يلقبونه بعصفور الفن، وهو منذ اعتلائه الأول لخشبة المسرح حتى عقوده الثلاثة وأكثر يغرد بجمال جعل من موهبته موهبة استثنائية بحق. يحضر بتفرد ويغني بعذوبة ويصافح الأنغام بطريقته الخاصة، وكلما غاب عنا ناديناه يا طيب القلب وينك. عبد المجيد عبد الله، العصفور الذي لا تنطفئ موسيقاه. ترى رداعي الهوى عند بابك. تحية للفنان القدير عبد المجيد عبد الله، والتعليق عندك دكتور. شوف طبعا دائما زباين يا هلا بالعرفة، أنا أسميهم زباين ومشاهدين ومشاهدات، نحبهم، لازم نبين لهم بعض الأشياء اللي خارجة عن النص. هو قال عبد المجيد الله يحفظ طز، طز لها قصة. طز كلمة تركية، كانوا زمان الأتراك والعرب لما يجون في الجمارك يأخذون من الأتراك ملح ويأخذون قمح، فلما يجي رجل جمارك يقول له ايش معك، يقول له طز طز طز، يعني يمشي ما في رسوم لانه انت تعطيني ملح وانا اعطيك قمح فطز. فمع الوقت تحول الطز الى شيء عدم الاهتمام، يعني انه انا ما اهتم وانه كذا كذا، تحولت. هي ليست شتيمه طبعا، هي تعني كلمه تركيه تعني ملح، فلما يقول له طز طز يعني عدي عدي، بعد الوقت تحولت الى نوع من عدم المبالاه. عبد المجيد عبد الله كان من ظهوره عام 1401 و2 كان صديق لاخوي يحيى الله يحفظه، فانا شفته كم مره، رجل في منتهى الادب والاخلاق. ثانيا على حسب شهاده اطراد وشهاده المحبين وانا منهم، انه يكاد اللي يكون رقم واحد في السعوديه في اختيار النصوص، يعني هو يتذوق النص ويشمه قبل ان يغنيه. يمكن شفت الدلائل، ان اغانيه كلها باقيه، ما تلقى لعبد المجيد نص رديء في الكلمات، فهو يختار الكلمات. لكن أنا أحب عبد المجيد، ومن محبتي أقول له أنت رجل رقيق، معتقد أنه ساحة التواصل الاجتماعي بالذات تويتر هي ليست ساحة بريئة. تويتر عبارة عن وحش بألف رأس، رأس طيب ورأس يعض ورأس يشتم. المطر له محب وكاره، وعبد المجيد له محب وكاره. فأنا أقول لعبد المجيد أنت يعني لازم تتوقع أنه في 10% ما يحبونك، أو عندهم مشكلة، أو حاسدينك على نجاحك، أو لأي سبب. فبالتالي توقع أنه في ناس لا يحبونك. حسان مرة هجا زهير وبعدين مدحه وبعدين هجاه، فقالوا له أنت مرة تهجون، قال هجوت زهيرا ثم أني مدحته، وما زالت الأشراف تهجى وتمدحه. فأنا أقول ما زال الفنانين والمبدعين زيك يهجون ويمدحون، يعني لهم محب وكاره. يمكن عبد المجيد انا في نظري، انا اشوف الفنانين الثاني ما يردون، عبد المجيد من طيبه قلبه واخلاصه وتواضعه انه يرد وياخذ يعطي مع الناس، فبالتالي الناس دائما اذا انت خططت معهم يتساهلون معك ويبدون يمزحون ويمونون، على قول عادل امام بتوخد الواحد عليك. احنا لا نرفض تماما ان احد يقل ادبه في تويتر سواء على عبد المجيد او غيره، ونتمنى ان عبد المجيد يرجع، ونقول له يا عبد المجيد حط هامش 5% انه ناس تعاديك وتسبك لا وتوقع منهم. وتوقع بالضبط، توقع. في مقال الحقيقه للدكتور فايز الشهري، الدكتور الجميل، قبل 13 سنه كتبه عن دخول المشاهير في تويتر، وقال لهم عن دخول المشاهير والفنانين والمبدعين، قال ترى دخلتوا تويتر بتجيهم صوره مختلفه، لانه وسائل التواصل ايش سوت؟ قلصت المسافات بين الطبقات. من اول انت ما تشوف عبد المجيد الا بمناسبه ولا تتصل عليه، الان هو قدامك، واحد في عرعر ولا واحد في جيزان ولا واحد بالقصيم، عنده اثنين متابعين،
يقعد عبد المجيد وينزل فيه زي ما يبغى. فأنت توقع، وإذا ضرك يا أبو عبد الله القليل السيء فانظر إلى محبيك الكثر وعد من أجلنا يا أخي. وش تقول لعبد المجيد؟ أقول الأغنية اللي قلته، عود ترى داعي الهوى عند بابك، عود وإحنا عند حسابك في تويتر. جميل، عود ترى داعي الهوى عند بابك، وأتمنى أنه تكون في عودة للفنان عبد المجيد عبد الله إلى حسابه في تويتر، والكل ينتظر عصفور الفن معنا مجموعة.